هننتقل بكم الى نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده مباراه مهمه امام المقاصه. فاق المباراه الماضيه امام بيراميدز، كسب 3-2، ادى مباراه رائعه في ظروف صعبه. فيريرا بدا يقف على او يظبط وقف لاعبي نادي الزمالك في الملعب، عملوا مباراه قويه امام نادي بيراميدز وفازوا بثلاثيه مقابل هدفين. كان الاول اتقدم الزمالك وهيتعادل بيراميدز، وبعدين رجع تاني اتقدم الزمالك وبعدين اتعادل بيراميدز، ثم تقدم نادي الزمالك على نادي بيراميدز. فكره الروتيشن بيعملها برده مستر فيريرا. عنده غيابات برده بكره موجعه جدا ومؤثره جدا، اهمها محمود حمد الونش اللي في قلب الدفاع، واحمد فتوح اللي في الباك الشمال، اللي مش عارفين اجهاد، قال لك اجهاد من مشاركته في مباراتي السنغال. ما اعتقدش ان ده مبرر، مباراتين السنغال فين والحكايه فين، وبعدين دلوقتي الريكفرنج بيفوق بسرعه. وعبد الله جمعه قالوا انه غايب، عنده كدمه في الركبه. واسيف الجزيري اللي قالوا برده ان هو مصاب. الاربعه دول غياب. مستر جوزفالدو فيريرا بيعمل الروتيشن بين عواد وبين محمد ابو جبل، تم الاستقرار على هذا الامر. عاد الى 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 تشكيله نادي الزمالك محمد عبد الغني مع محمود علاء وحسام عبد المجيد في قلب الدفاع، حازم امام وحمزه المسلوسي وعبد الشافي في الشمال، في خط الوسط طارق حامد، امام عاشور، محمد اشرف رؤى، شيكابالا، اشرف بن شرقي اللي استعاد جزء من خطورته ومستواه امام نادي بيراميدز، واسلام جابر وايمن حفني. اتمنى انه ياخد مساحه زمنيه اطول، لان ايمن حفني فاكهه محمود سليمان، ربنا يرضى عنك انت وحسن فاكهه ايمن حفني. انا بستمتع بوجوده جدا جدا جدا، بيلعب كوره مختلفه واداء مختلف. ورزاق سيسي وسيد عبد الله نيمار وعمر السعيد، ويعود الى القائمه احمد سيد زيزو. عوده احمد سيد زيزو هي عوده مش طبعا، كان في صدام بينه وبين الامير مرتضى، وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور طلع والمح اليه والعقد والحكايه وال22 مليون وطلعوا 23 مليون زي ما قلت لكم النهارده من واقع العقد، وده انفراد كالعاده يعني، احنا بنجيبه بنتفوق فيه على كل الناس اللي على في البرامج التلفزيونيه والاذاعيه واصدقائنا واخواتنا على السوشيال ميديا. فاحمد زيزو عودته افضل، وانا بقول ان مرتضى بذكائه عمل القنبله دي عشان يجيب الكل ويقعد يعدل في العقود او يظبط الامور، لان العقود فيها امور كتيره جدا هقولها لكم دلوقتي. كل لاعب جدد في وجود لجنه عماد عبد العزيز او لجنه حسين بلبيب فيها كلام. سياده اللواء عماد كان الهدف الحفاظ على الفرقه، كابتن حسين لبيب كان الهدف الحفاظ على الفرقه، فكان في امور بيحصل فيها شروط جزائيه للعيبه عشان تحافظ على قوام الفرقه، وده نجح في ان الزمالك حافظ على قوام الفرقه بعد رحيل فرجاني ساسي وبعد رحيل مصطفى محمد، وفاز ببطوله الدوري، وفاز ببطوله الدوري. ميكاسوني موجود والله، وانا قلت ميكاسوني موجود، قلت الغيابات العشرة والباقيين موجودين، اقول لك الغيابات هقولها لك دلوقتي تاني. فده يعني نقطة مهمة بالنسبة للزمالك. الزمالك هيلعب مباراته بكرة اللي يلعبها على استاد الكلية الحربية مع مصر المقصة. الحكم الدولي محمد صباح، حكم بيمتاز بالرشاقة والحيادية وله اسمه وبيحاول يحافظ على اسمه، ومعاه هاني عبد الفتاح وعمر فتحي حاملي راية. الحكم الرابع هو ابراهيم محمد. اما حكم الفيديو فهو الحكم محمود بسيوني، ومعاه مساعد فيديو خالد حسين. محمود بسيوني وخالد حسين، شفنا هناك حكم فيديو محمد الحنفي، هنا بنشوف الحكم برضو محمود بسيوني، هو حكم كبير. طب الزمالك قلنا مركز تاني، ازاح بيراميدز وقفز على بيراميدز، بينه وبين الاهلي مباراة، الاهلي له متأخر مباراة ومتفوق في 3 نقاط. فوز الزمالك على المقصة وده امر متوقع جدا، امر طبيعي جدا جدا جدا. الاهلي والزمالك بيلعبوا كل 3 ايام زيهم زي باقي فرق الدوري الممتاز. طيب المقصة طبعا نتائجها متراجعة وهذا الموسم وادائها مش اللي هو، وبالتالي يعني انت بتتكلم في فرقه في المركز ال 17 قبل الاسماعيل، لانها بتلعب بمجموعه ناشئين وشباب، وبالتوفيق ليهم. وبصراحه وليد هويدي عامل ملحمه كبيره جدا مع المقصه في ان هو بيحاول يحل اي مشاكل ماديه بحيث تستمر الفرقه في التواجد. طبعا الزمالك مباراته مباراه مهمه جدا 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 في هذا الاطار. طيب لايك وشير وصلي على سيدنا النبي الزين.